اليوم تونس فيهم تتباهى، ثورتها العالم هناها، ثورة مبهاها من مدة نستنى فيها، الريح مواتاها ربي سبحانه زكاها، حرسها ورعاها من شر الفساد احماها، ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها النجمة وهلال مواتاها، النجمة الوكادة رمز العزة والسيادة اللي ترجموا بها القوادة، مرضوا بالفرش والوسادة، صفحوا نشادة بين سبيطار وعيادة. علي وبعد 3 سنين شنو اللي ترى مازال ناقص؟ ولا شنو اللي ترى صار؟ سقط بن علي والنظام نتاعو مازال ما سقطش. النظام نتاعو متوقع في المؤسسات الكل نتاع الدولة. الإسلام بن علي مازال موجودين في الإعلام، مازال موجودين في المؤسسات التربوية، المؤسسات الصحية، مازال متوقع في النقابات، في الاتحاد العام التونسي للشغل. لهذا نحن نطالبوا بعد 3 سنين سيظل هذا الطلب متواصل إلى أن يتحقق. توظيف مؤسسات الدولة بقايا نظام الآن. محمد الشابي جاي يحتار أولاد النبي. اليوم بالنسبة لنا احنا كجرح وكعائلات شهداء ما جايين نحتاجوا. بالنسبة للعلاج ما فماش. الكوارت اللي عاطينهم بتاع النقل كارت ب6 شهور معناها يبقى ديما مدة فيها. فهمتني؟ التعويضات ما رينا شيء، ما كتبش عليك ما رينا شيء. أكثر حاجة نأكد عليها هي المحاسبة. اليوم بعد 3 سنين فمش محاسب. فما شيء بالنسبة لي أنا البوليس ضربني من في حال سراح وسترقوه مش. والله الشعب التونسي معناتها محبط لأنه لاحظنا معناتها ما تبدل حد شيء مدة 3 سنين توا الوعود معناتها تلو الوعود لكن الأصل ما التمس حد شيء الشعب التونسي إلى حدود هذه اللحظة. من المسؤولين المحليين حتى المسؤولين تاع الحكومة كل على بعض حتى المسؤولين المحليين من المفروض معناتها تحب باش تصلح البلاد تبدأ معناتها بالمحليات لما تقول معتمدية لما تقول ولاية كيفاش تجي معناتها باش تبدل معناتها المنظومة هذه تبدأ بالباز نتاعك تبدأ بالمحليات. المحليات قاعدة مهمشة كيفاش الشعب التونسي باش يطالوا هالتغيير هذا لما تلقى أنت المحليات هذه معناتها مهمشة. والله المسؤولية للكل حتى الشعب التونسي لأنه ساكت على حقوقه. الجمعة في 6 ولا 7 شهور اش باش يعمل الشعب التونسي؟ الشعب التونسي فما الحلول موجودة. أنا نعطيك الحلول لأني مانيش المهدي جمعة مانيش حتى شيء. مش نعطيك الحلول اليوم. ونحب المهدي جمعة يسمح. أنا المعامل في الوطن القبلي في نابل ينجم يحل فروع في باجة والقصرين وسيدي بوزيد ويخدم ناس. عنا فايض من المشاريع في الوطن القبلي تخدم الجنوب الكل. راه ماشي بخور وجاوي راه ماهوش بهذه الجماعه بمهدي جماعه مش يعمل حاجه مو صحيح. البلاد دي عندها ثرواتها المهدي جماعه ما عنده ما يضيف. الاداره نتاعنا كلها هاربه من خدمها. انا نعطيك بالواضح ندوروا الادارات كلها ناس تدخل ديارها في مال حرام ومن بعد يقول بنته شبيه فسدت وشبيه ولده فسد لانه يوكل فيه في الحرام ما عرقش على على على, على, على خدمته. انا جاي نقيم في الوضع شو احتفال احتفال باش انا كي راهو بسكرت شباب كل بطال نجوم صفر وما كونوش مشاريع اش من احتفال باش احتفال في البطاله بالشوماج باش احتفال الا كان ما فماش حقوق تحقق شو باش احتفل انا احتفال هذا احتفال وقت اللي فما فلوس فما ناس خدمت كونت مشاريع عرست بعدت على الزنا بعدت على الزطله بعدت على الشراب. راهو مش الفايده فيها مهدي جمعه ولا علي بن قدام ولا العريض. الفايده في العقليه نتاع التونسي ينجم يبني ولا ما ينجمش ينجم يصلح ولا حاط في جيبه وتسنى كرتويل وفي الفارق.